ما بين الاصفر والازرق. البنفسجي مثلا بيجي ميكسنج ما بين الاصفر والاحمر. الاسود بيجي ميكسنج مثلا ما بين الازرق والاحمر. ماشي؟ فانت بتاخد جميع الوان الطير او الالوان الرئيسيه اللي موجوده كلها من الثلاث الوان الرئيسيه دول. الثلاثه دول لو جمعتهم مع بعض يديلك اللون الابيض. يديلك اللون الابيض. خلاص؟ ف على حسب الريزوليوشن بتاع الشاشه دي، على حسب عدد النقط اللي بتتحط في البوصه المربعه، وعلى حسب الساز بتاعها، الساز بتاع النقطه نفسها دي. خلاص؟ لان العمليه مرتبطه بعدد، مش بمساحه، بعدد النقط، بعدد النقط. يعني انا لو عندي لوح مربع كده ماشي، وحطيت فيه مثلا دواير الساز بتاع الداليه، الدايره كبير كده. خلاص؟ الساز بتاع الدايره كبير كده. يعني لو قلنا عدد الدوائر بتاعتها 10 في 10 بنفس المساحه دي، لو الساز بتاع الدوائر دي كان نص هتبقى 20 في 20. ماشي؟ كل ما كبر الطير، كل ما كبر الطير، كل ما الريزوليوشن بتاع الحائل بتاعه كان افضل. كان ايه؟ التفاصيل. وهو ده اللي بيعملوه كديفينيشن لاي حاجه بتتصنع. خلوا بالكم دي حاجات بقى اللي بتمسك عن بيت. صلى على رسول الله. لو انا عندي قطر ماشي ودبان وقفت قدامه ضرب، هتحس بيها؟ هتحس بيها؟ طب لو عربية لا بالمقطورة وقفت قدام القطر هتحس بيها؟ هتحس بيها؟ خلاص؟ تمام؟ هو ايه الفرق ما بين الدبانة والعربية المقطورة؟ كتلة. حجم. حجم العربية كمبارة لحجم القطر. إنما حجم الدبانة مش كمبارة لحجم القطر. انتوا معلش معايا؟ هو نفس النظام. طيب لو انا في دبانه، لو انا في دبانه وسلطت عليها الضوء مش هتبان معايا؟ لان السنسور بتاع كشف الحاجه دي ابعاده اقل من الحاجه نفسها. انما لو كان السنسور بتاع كشف الحاجه ابعاده من اكبر من الحاجه ما يحس بيها؟ لا يحس بيها ولا يحس بيه. خلاص؟ علشان كده التفاصيل الصغيره اللي في الصوره ما تبانش الا اذا كان الويف لينس اللي انت مستخدمه قليل جدا، صغير جدا. كل ما صغر الويف لينس كل ما ادالك ديفينيشن اكتر، ادالك ديفينيشن اكتر. وكل ما الحقل اللي انت بتستقبل عليه او بتكشف بيه الكلام ده ابعاده بقى صغيره جدا، كل ما يقدر يظهر لك التفاصيل الدقيقه جدا. معايا؟ ماشي؟ والكلام ده احنا بنقوله لما جينا بنشتغل التراسونيك. كل بصوا انتوا لو بصيتوا للي احنا بنشتغل بيه او بنعمله او في حياتنا العاديه هتلاقوا ان العمليه كلها مرتبطه ببعضيها. اللي بتقوله هنا بتقوله هنا، واللي بتقوله هنا بتقوله هنا. كله سيستم فيزياء ربنا سبحانه وتعالى خلقه بطريقه واحده. يعني احنا بنقول لما تيجي تشتغل في التخانات القليله استخدم بروب الميجا بتاعته عاليه. ليه؟ لان البروب الميجا عاليه هيدي لك ويفلينس اقل، هيدي لك ويفلينس اقل، فالسنسيتيفيتي بتاعه البروب هتبقى افضل. ليه؟ ويفلينس اقل والتخانه قليله، فيدي لك دقه اكتر، يدي لك دقه اكتر. انما لما يكون في التخانات العاليه يقول لك استخدم بروب الميجا بتاعته اصغر. ليه؟ عشان يدي لك ويفلينس اكبر، وفي نفس الوقت يدي لك طاقة، يعني تشتغل بطاقة أكبر علشان إيه؟ تقدر ترسل لمسافات أبعد. كل حاجة ولها إيه؟ كل حاجة ولها حاجة. خلاص؟ وبناء عليه الشاشة بتاعت التلفزيون دي بيبقى تقريبا المعدل يعني في البوصة ربع مليون نقطة، والربع مليون نقطة دول لما بتسقط عليهم الأشعة إيه؟